سؤال بقى، عماد يعني دخل بالطريقة دي وهو جابت معاه نتيجة. في ناس بتقول لك التبطيل بالمزاج بس، يعني ان انا اجي بارادتي مادة 10 هو ده ان انا بطل، مفيش حاجة اسمها تبطيل بمادة 13 خالص. تتفق مع الرأي ده ولا تختلف؟ النهارده انا برحب بالبطل بتاعنا. بطل طبعا، انا فخور بعماد، يعني من اكتر الناس اللي انا فخور بيهم في حياتي حقيقة. دي حقيقة يا عماد والله. ربنا يعزك يا دكتور. وعماد دليل قطعي عن ان تبطيل المخدرات والتعافي من الادمان ليس بالضروره انه يكون باراده المريض او باراده المدمن. ليس بالضروره ان العلاج يبقى باراده المريض. بل بالعكس، احنا شفنا اكتر المدمنين اللي بيتعافوا بيبقوا في الاول ما كانوش عايزين يبطلوا كتير. وحتى يا دكتور محمود اللي بيجي يعني كتير من المدمنين بيجي المستشفى بنفسه ويقول انا عايز اتعالج. وبيدخل بناء على ارادته. كتير جدا جدا. ولكن بعد يومين ثلاثه اربعه بتبقى انا عايز امشي. صح هيمشي، ونظرا لانه دخل بناء عن اراده نفسه هيمشي. فبيمشي لو عايز يمشي الفجر هيمشي بالظبط. فاحنا شفنا كتير، شفنا كتير المريض اللي بيجي بنفسه لو غير رايه، وده كتير جدا بيحصل، بيمشي. فعمليه العلاج بتتوقف وانتهى الموضوع. سؤال عشان انا سالته لحد متعافي معايا قبل كده، هو كان جاي بنفس طريقه عماد والحمد لله مبطل النهارده وعامل 7 سنين وشويه. باحصائيات كده دكتور الباز، باحصائيات داخل مستشفى الطريق، اللي بيجي بإرادته مادة 10 كم واحد بيبطل لو جالك 10؟ واللي جاي مادة 13 لو جالك 10 يبطل منهم كم واحد؟ أنا عملت الإحصائية دي من سنة 2020. أنت قعدت طلعت؟ عملت الإحصائية دي. أنا عارف أنت ممكن تطلع سنة عارف وتقعد عليها وتسهر عليها رجعت سنين وتجيب المحاسبين والدنيا. عملت إحصائية فعلا. واكتشفت إن 60% من الناس اللي جت وكملت برنامج كانوا جايين ضد ارادتهم. 60% 60% من اللي كمل معانا برنامج كان جاي ضد ارادته. حلو. وبعدين لما خلصنا علاج وخرجوا للحياه، ال 60% اللي جم ضد ارادتهم دول كانت نتائجهم افضل من ال 40%. كملوا يعني بره في حياته، قدر يكمل في حياته بره، قدر ومبطل اكتر من ال 40 اللي جم بارادته، اكتر من النسبه اللي جت بارادته. ما هو بمزاجه، عايز يبطل بيبطل، عايز ياخد بالزبط. تاني بياخد تاني بالزبط. لان هو بيحب المخدرات بيرجع لها تاني. وهي المخدرات اصلا يعني بطبعها هي اللي خلاها مخدرات، واللي خلى فيه مشكله ان هي فعلا قويه وفعلا محبوبه. وبالمناسبه انا عايز اوجه رساله برضو للساده المشاهدين النهارده. اتفضل. ان احنا هنا احنا بنتكلم عن اللي وقع في فخ المخدرات. ايوه. اما من لم يقع فيا اخوانا ما حدش يجرب وما حدش يدخل يقول انا يمكن لو شربت هشرب زي الخفيف خفيف والكلام ده، ما تجربش. فاللي ما وقعش في الفخ ما يجربش ما تجربش ما يجربش قولا واحدا.